فمثلا ممكن اقارن بينهم بحاجه اسمها سايكل تايم. سايكل تايم دي عباره عن التوتال تايم تيكن تو سكان اند ريكونستراكت ذا ايمج. دي كده بتكومباين حاجتين، بتكومباين عمليه السكاننج دي اللي تعتمد بقى على ان انا دلوقتي بعمل بروجكشن، البروجكشن سيستم بتاعي شكله عامل ازاي، وبتعتمد ان انا دلوقتي بموف التيبل باني سرعه والحاجات دي كلها، وبعد كده بريكونستراكت في وقت قد ايه برضه. الريكونستراكشن تايم ده الحقيقه كان زمان مهم لان كانت كمبيوترات بطيئه شويه، دلوقتي الحقيقه بقى ايه ريكونستراكشن تايم بقى ايه بقى ما هوش مشكله قوي، بقى الليميتيشن دلوقتي جاي لي من السكاننج تايم مش الايه مش الريكونستراكشن تايم. فعامه احنا بنجمع الاثنين دول مع بعض ونقارن بقى السايكل تايم ده بين المكن المختلف وبعض. اوكي، فطبعا كل ما كان السايكل تايم بتاعي اقصر كل ما كان المكنه بتاعتي افضل بالنسبه للتكنولوجي، كل ما كان الارتفاكس اللي بتطلع منها تبقى اقل ما يمكن. يعني لو طلعت صوره في وقت قصير يبقى معنى كده الموشن ارتفاكس هتبقى قليله. يعني في مزايا كتيره جدا حقيقه، ان انا ممكن كل ما السايكل تايم دي قلت ممكن ان انا الاقي ان انا ممكن اعمل حاجات اكتر.